مرحبا، يعطيكم العافية. معكم وضح جمعة، معنا رسمي بالاوتوكاد. معطيني 3 مساقط، معطيني الاليفيشن او الفرونت فيو، معطيني البلان او توب فيو، معطيني السايد فيو. اليفيشن يعني عندي الارتفاعات فيها، او الفرونت فيو كمان مبين قدامي الشكل على الشكل التالي، وبينما هذا مسميه المسقط الامامي، وهذا المسقط الافقي، وهذا المسقط الجانبي. اذا هيدي هي هيدا الاليفيشن اللي هو هيدا التوب فيو من فوق، كيف عم شوفها من فوق، او البلان مسميها، وعندي السايد فيو اذا عم بطلع عليها بشكل جانبي. طيب نحن حالا نرسمها للرسمي، حنفوت على الاوتوكاد، حفوت على فايل جديد، اقلب المانيو هيدا، حط المانيو الرئيسي او الاوامر الرئيسيه، بروح على درافتنج اند انوتيشن، يعني على الجير تحت، وبختار درافتنج اند انوتيشن. لما بختار درافتنج اند انوتيشن بتغير الاوامر بهيدا المكان. في عندي المانيو بار ناقص هون، بختار هون، بعمل شو مانيو بار. في عندي فورمات يونت بدي تحول الى مليمتر، بدي ارسم بالمليمتر، بكبس اوكي. بدي اعمل طبقات نيو لاير، هعمل طبقه نيو لاير، هعمل طبقه سميها البلان، يمكن نحتاجهم يمكن لا. نيو لاير الاليفيشن، لاير جديد سايد فيو، اوكي. ممكن يكون عندي طبقه نيو لاير الاكس، شو ما بحتاج بعمل طبقات. على لون الاكس لون احمر رئيسي، كونتينيوس، بعمل لود، حمل السنتر. اوكي، هلا دبل كليك على الاكس، صار الاكس هو الفعال. ارسم خط لاين، شغل الاوتو، طوله 100 مثلا او 50 او 75. دولاب الماوس بحرك او بالزوم اكستند. طيب هجيب الرسمه، اعمل لها كوبي، حطها قدامي بالاوتوكاد، اعمل لها اديت بيست، نزلها هون، نزلت بطبقه الاكس. تعامل معها مثل ما بتعامل مع اي اوبجكت عادي، بعلمها مثلا فيه حطها بطبقه البلان. بدي صغر حجمها كمان بالسكيل، بعلمها بيس بوينت نقطة ارتكاز، ادي الريفرنس بعملها 0.2 مثلا، صغرت حجمها ل 2 بالعشرة. بعملها شوي موف لفوق، موف على اليسار تقريبا هون. طيب حنبلش رسم، فوت على طبقة الاليفيشن. مثلا انا هدف يحولها الى 3D، حرسمها، حولها الى 3D. كيف ممكن ارسمها؟ افضل شيء اخذ الفرونت فيو او الاليفيشن واشتغل عليه، لانه التفاصيل هون اوضح. اوكي، اخذ هيدا الخط هون 20، بطلع 10، فوت 40، بنزل 10، فوت 20، بطلع 60، فوت 15. اذا باخذ لاين، فوت 20، بطلع 10، فوت 40، بنزل 10، فوت 20، بطلع 60، يجي 15 لف هون على اليسار. اذا نفس الشيء من هالجهة، بطلع 60، فوت 15. في يوصلون هون، وقت لونه بس عشان بدي استعمله استفيد منه، في لونه اي لون تاني مختلف. طيب صرنا راسمين، عندي هون تحت قدي بده يوصل لتحت، في يعمل له اوفست، هيدا هي 60 على النص 30، اوفست على 30 هيدا النص. هي ياخذ لاين من الميد بوينت لهون للميد بوينت هون. طيب وين تحت؟ تحت عند القاعده تحت 20، بدي اعمل له اوفست 10 يمين 10 يسار، برجع بوصل الخطوط لاين من هون الى هون. بقيه الخطوط بعمل لهم ديليت، هيدا فيه رجعه لورا او بالترم، ننقله الى طبقة هو موجود بالاليفيشن، بنحطه باي لاير. صار عندي الشكل بهالشكل. طيب هلا انا بدي اشتغل، بدي اعمل لها ارتفاعات. حتى اعمل لها ارتفاعات بروح على الكيوب هون، بروح واحدة من الايزومتريك فيو هوني، بدل ما حتى اشوف الصورة بدي اغير المانيو هيدا، بدي اغير الاوامر من هون، بروح على الكيوب، حط 3D موديلينج هوني، محل ما مكتوب 2D واي فريم بحط كونسبتشوال لحتى اقدر اشوف الصورة. طيب هلا عندي ارتفاع القطعة، في نشوفها من هون، غمق القطعة لجوا، غمق القطعة لجوا 50. اوكي، بكل بساطة بطلب امر البريسبول الموجود هون، بكبس بهالمنطقة وبكتب 50. اذا انا عملت لها الارتفاع، بدي وقفها على جنبها، في عندي روتيت 3D. اوكي، بطلب ال 3D روتيت، سيلكت اوبجكت، مجرد نقرة صغيرة على القطعة. اوكي، بثبت الدولاب على زاوية من الزوايا،
في عندي ثلاث اتجاهات، عندي اكس زد واي، انا بدي برمهم باتجاه الاكس، لابرمها واقفها على جنبها. الاكس هو الدولاب الاحمر، بعمل كليك عليه وبعطيه 90 درجه، يعني بيطلب قدام مقدار البرم 90 درجه. اوكي برمناها 90 درجه. طيب عاد تمام، هنعمل لها موف شوي نبعدها عن الرسمي. اوكي هون بقايا الرسم تحت فينا نعمل لهم ديليت. طيب جينا لهون، جزء كبير من الرسم خلص. في عندي هلا اذا بيجي بتطلع بالرسمي عندي هول الفرز اللي فوق هيدا بهيدا المكان مش موجودين. اوكي خلينا نرسمهم. نحن عندنا هاي الفرز منين بتبلش؟ بتبلش من هون 20 عرضة ارتفاع 10، 20 ب 10 بطول القطعة، طول القطعة 40 50 60 70 80. اوكي كيف بدي اعملها؟ حرسمها برا اسهل او ارسمها على القطعه فوق. خليني احطها بواير فريم اسهل علي. هاخد لاين انا من هون من نص هالقطعه الى نص هالقطعه. اوكي خليني ارسمه بطبقه الاكسات اسهل كمان. بنروح على طبقه الاكسات بس لسهوله الشغل. لاين جبناه لهون لهون لهون. هيدا اللاين بقدر اعمل له اوفسيت يمين يسار بمقدار قد ايه عرضها هي هون الفرزي 20 بمقدار 10 يمين 10 يسار. بطلب الاوفسيت بقول له 10، عم بيقول لي سبيسيفاي اوفسيت ديستانس 10. الاكس اللي رسمته جيبه 10 لهون و10 لهون. بوصل الخطوط ببعضها. لاين تاني هخبي طبقة بشكل مؤقت، طبقة الاليفيشن حطفيها بشكل مؤقت حتى اشتغل بسهولة. طيب بيجي لهون بعمل ديليت للخط للنص. هلا قد ايه بدها تنزل نزول لتحت؟ بدها تنزل بمقدار 10. اوكي بيجي على البريس بول، بطلب البريس بول هون ما بيمشي الحال. السبب انه طبقة تحت، طبقة الريبير عم يشتغل تحت الاكس واي. بعرف الريبير على السطح، هيدا السبب. بعرف هون الاوريجين الاكس هيك، الواي بهالاتجاه. صار هلا البريس بول بيشتغل. اوكي قد ايه بدي انزل نزول؟ 10 10 ولا 20؟ 10. اوكي بدي انزل 10، عرض 20. هلا في ارجع ضوي طبقة او فعل طبقة الاليفيشن. بروح على اللاير، بيجي على الاليفيشن، ضوي اللمبة. اوكي في يحطها كونسبتشوال. اوكي انا بدي اطرح هيدي القطعة منها حتى يحل محل الفراغ. بعمل سبستراكت بيكبس على الجسم الرئيسي وعلى الجسم الفرعي. حلونها بالاول، غير لونها شوي نشوف بلكي بتطلع معنا بشكل افضل. دبل كليك على القطعة. الكلر حعملها لون تاني لنشوف اذا بتطلع معنا. هيدي كمان حلونها لون مختلف. اوكي نعمل سبستراكت الجسم الرئيسي، انتر الجسم الفرعي. صارت عندي بهالشكل لانه لونت رح تطلع بهالشكل. اوكي عندي الخطوط في اعمل لهم ديليت. هلا انا اذا رسمت هلا حيرسم على ارتفاع 60. انا بدي ارسم بالارض تحت، برجع لانه عرفت المؤشر فوق، بدي المؤشر ينزل محل ما كان. بطلب الكرة الارضية، رجع المؤشر على الارض محل ما انطلقنا. طيب عند الفرز اللي موجودة تحت، هيدي الفرز اللي هون اللي هي فعليا ارتفاع 15 وفيت لجوا 10 وعلى طول القطعة. كيف بشتغلها؟ بياخد لاين جديد من هون نرسمها هون برا كمان ما بيمنع، وندخلها بقلبها. هنعمل 10 ونفوت لجوا. قد ايه هي؟ هي كلها على بعضها 80. هقول له 100 لو انه خارج القطعه. اذا عندي 10 هقول له 100 لجوا، طول 100. ارجع 10 لفوق و10 لهون. بدي اعمل لها بريس بول بمقدار 15. لاحظوا هون دغري تعرف عليها البريس بول لانه انا عم برسم بهيدا المسطح. بالاول كان مشكله المسطح مش معرف الاكس واي زد. هلا حاعطيه ارتفاع 15، حغير لونها، دبل كليك عليها اعطيها لون غير
جراي او يلو. هركبها بقلبها، تركيبها سهل، بطلب الموف سيلكت اوبجكت بعلم انتر، منين بدي امسكها؟ بمسكها من هون الميت بوينت هون، وين بدي ركبها؟ على الميت بوينت هون. يفترض ركبت بالنص، فينا نشوفها من خلال الاوربتس. كيف بيبقى عندي عملية الطرح؟ برجع على ال 3D view، واحدة منهم isometric view، خلينا ناخدها من ورا. طيب نجي عملية الطرح، نطلب subtract، بكبس على الجسم الرئيسي انتر، بكبس على الجسم الفرعي، صارت عملية الطرح. فينا نشوفها شكل الجانبي، اوكي، فينا نشوفها الشكل الامامي، فينا نشوفها بالشكل الامامي، فينا نشوفها بالشكل الجانبي، هذا الشكل الجانبي، فينا نشوفها من فوق، اوكي، فينا نشوفها من خلال الاوربتس هون، نبرمها نتفرج عليها بهالشكل. هيك بنكون خلصنا. شكرا لكم، يعطيكم العافية.